السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا هلا بالجميع، أنا أحمد المعمري، حياكم الله معي فيديو اليوم. أنا أدري أن أنا مقصر حيل الفترة الأخيرة، ما قمت أنزل فيديوهات على القناة في اليوتيوب مثل قبل مثل ما عودتكم، ولكن اللي صار في الفترة الماضية هذه أن أنا من بلشت أشتغل في الريزن التزمت ويا متابعيني على التيك توك وعلى انستغرام ان صرت اطلع لايف عدة مرات في الاسبوع او كل كم من يوم، نسوي وركشوب كل مرة اونلاين، يعني مرات في الريزن ومرات في فن الاكريليك بورينج ايضا، وبالتالي صار ماكو عندي مجال ان انا اصور فيديوهات، ليش انه طبعا التصوير يكون كله مثل ما قلت يكون مباشر يعني. بالإضافة أيضاً إن زاد الحمل إن لما سويت افتتحت الأونلاين ستور مختص ببيع مواد الريزن والأدوات الفنية أيضاً صار الموضوع مرهق أكثر من اللازم، أنا ما كنت متوقع شذي، خاصة إن قامت تجينا طلبات يعني يومياً تقريباً عدة طلبات، فموضوع صار فيه ضغط وايد من غير أيضاً الناس اللي انا ادربهم في مجال الريزن او مجال الاكريليك بورينج، فصار الموضوع ماخذ وقتي. ما ابي اقول لكم ان انا عندي يعني عشرات الفيديوهات المحتفظ بيها من البث المباشر، ومقرر ان انا ان شاء الله انزلهم في اليوتيوب علشان تشاركوني تجربتي في هذا الفن الجميل جدا اللي هو فن الريزن، وايضا علشان اللي حاب يمارس هذا الفن ايضا على عسى الفيديوهات هذه تنفعه وتكون ملهمه له على الاقل، يعني مثل ما قلت يعني كل مره نسوي تجارب جديده نحاول نحن نكتشف الفن هذا. اليوم يعني ما كنت اتمنى ان انا انزل الفيديو، لانه الفيديو هذا انا مصوره اليوم المفروض تاريخ 3 يونيو 2021، مثل ما قلت عندي كمية فيديوهات مو شوي مو قليلة، انه صار لي كذا شهر الحين، كنت اتمنى ان يكون بالتسلسل، ان تدرون يعني اي فنان يشتغل في اي مجال من الفنون طبعا مرة بعد مرة يصير تطور في المستوى، يصير خلينا نقول تحسن ايضا في المهارات الفنية، فكنت اتمنى انكم تعيشوا معي هذه التجربة من اول مرة انا اشتغلت في الريزن وشلون الحين وين وصلنا. ولكن نظر ان اكو وايد اشخاص يتواصلون معي يبون يعرفون احنا شلون نقدر نصنع قوالب السيليكون في البيت. اول شيء طبعا الكل يشتكي ان اللي هي القوالب الهاند ميد غالية حيل، يعني اسعارها اضعاف القوالب العادية المتواجدة بالسوق. بس العامل الاهم بالنسبه لي في الموضوع ان الكواليتي والنتيجه بامانه مختلفه 180 درجه، يعني ماكو مجال المقارنه ما بين قوالب السيليكون الشفافه اللي هي متواجده في الاسواق اللي اغلبنا نشتغل فيها طبعا، وما بين القوالب الهاند ميد. فقررت ان انا اصور اليوم هذا الفيديو اول تجربه. انا كنت شاري ماده السيليكون رابر صار لفتره، كنت متحمس حيل اجربها، وهذه اول تجربه، خلينا نشوف النتيجه. تعالوا معي الحين علشان اقدر ان انا اصنع قالب حق الكسترات نفس هذه، راح احتاج اي شيء يكون دائري او مربع يصلح ان انا اقدر ان انا اسكب فيه، يعني مثلا عندي نفس الكرتون هذا مربع ممكن ان انا استخدمه، وطبعا راح ياخذ كمية سيليكون اكبر. ولكن اذا شخص اذا عندنا توفر عندنا مثلا كرتون يكون احنا ما محتاجين غير مثلا 5 ملي او بالكثير سنتي يكون من كل الجوانب، يعني لو مثلا من الجوانب مثل ما احنا شايفين كمية بس هي بالمسافة تكون بالحجم هذا راح يكون كافي عندنا، ولكن بالتالي ما عندنا شيء ممكن نستخدم الشيء الموجود، يعني وممكن نستخدم قطعة مثل هذه، هذه المشد اللي يستخدم حق التطريز انه يشدون فيه القماش. فأنا مثلا لما شفت المقص هذا لقيت انه بيمشي، يعني
لو كان أصغر نفس الشيء كان بيمشي، ولكن أنا راح أستخدم حاليا المقاس هذا. وأول خطوة راح أسويها إن أنا أبي أغلف الفريم هذا، أبي أغلفه من الداخل بتيب، لأن أتوقع راح يلزق معي السيليكون فيه، أو ممكن إن أنا أستخدم فازلين هذا أيضا كحل آخر. فاللي راح أسويه الحين إن أنا ببلش عن طريق الفرشة أدهن الفريم من الداخل ومن الأعلى بالفازلين مثل ما قلنا. طبعا اكيد بيفضل انها تكون طبقة شوي، يعني خلينا نقول غنية، ما ندخل في الفازلين لان هذا اللي راح يكون طبقة عندنا عازلة ما بين الفريم او القالب اللي بنشتغل فيه او الكرتون على حسب، وما بين مادة السيليكون، لان انا جربت من قبل ان كنت مستخدم حصيرة مفرش السيليكون اللي هو اللي يستخدم حق الخباز حق العجين يعني، فتكون شيء مو حلو بعد لما تخلصون وتحصلون لزق معكم القالب في القالب او على السطح اللي انتو اشتغلتوا عليه. فالوازلين او نستخدم تيب او نستخدم اي شيء نحسه انه يصلح. وطبعا على حسب الشيء او القالب اللي قاعدين نشتغل فيه، يعني اكو بعض المواد او الخامة ما يلزق فيها السلك الربر، فما بتكون عندنا هذه المشكلة يعني. فدوم انا اقول يعني الواحد يجرب اول شيء على اساس يقدر يحدد شنو اللاين اللي بيمشي عليه اثناء الشغل، فيسوي تجربة لو كمية بسيطة ويشوف الشيء شلون، عشان يقدر يكون فكرة ويحط حق نفسه خلينا نقول خطة في العمل، بحيث إنه ما يتفاجأ بأي نتيجة ما كان مسوي لها حساب يعني من قبل أو ما حاطها في الحسبان. تمام، أنا الحين القالب صار جاهز عندي، دهنته بالفازلين مثل ما شفنا مع بعض، والحين ببلش المرحلة الثانية. أنا هني بستخدم ورق الزبدة مثل ما أنتم شايفين علشان ألزق في الإطار أو الفريم اللي راح أشتغل عليه، ولكن ممكن أيضا نستخدم المفرش أو حصيرة السيليكون اللي هي مخصصة حق الخبز. فأنا ليش عندي قالب واحد بشتغل عليه، فأخذت الحجم اللي أنا شايفه مناسب حق الشغل وببلش الخطوة اللي بعدها. والحين أنا بستخدم مسدس الشمع، بحاول أنا أغطي القالب بالكامل، يعني بحاول ان انا ما اخلي من داخل، بحاول ان انا اخلي اكثر شيء من الجهة الخارجية على اساس ان انا ابي الزقه على ورقة الشمع، بحيث اضمن ان لما اسكب الريزن ربر ما يسيل عندي ويدخل يطلع عفوا من خارج الاطار هذا يعني. وليش ان انا ابي الشمع هذا يكون من الخارج اكثر ما بيكون يعني من داخل، على اساس ما بيخرب لي القالب من الداخل، يعني مثلا تكون عندي كتل من الشمع فاكيد راح يأثر على شكل القالب النهائي لما انا اجي ابطله. الحين انا غطيت كامل الجوانب، طبعا اتأكد ان انا طفيت المسدس عدل علشان ممكن مع الحرارة تصير مشكلة فيه. انتبه طبعا حق يدي، لان تدرون اكيد الشمع هذا اذا لزق في اليد تكون عندنا مشكلة. واحاول عاد اضغط عليه من كل الجوانب علشان اتأكد انه مسك بشكل كامل، فبس بضغط عليه فترة معينة لما اتأكد ان الشمع خلاص تصلب معي. خلاص بعد ما الفريم عندي مثل ما انتم شايفين خلاص لزق في ورقة الزبدة، الحين عاد ببلش ان انا احط الشمع على الكوستر اللي عندي اللي انا بستخدمه، تمام، بحيث انه يلزق على
ورقة الزبدة علشان السيليكون ما يدخل تحته. ولو اني يعني متأكد انه راح يدخل شوي راح يكون عندنا بعض الزوايد او الرتوش، ولكن السمك يعني ما يكون عادة ثقيل فنقدر نحن نشيله بسهولة بالمقص او بالكثر. نفس الشيء اضغط عليه بحيث ان انا اتاكد ان عندي خلاص لما يتماسك عندي الشمع. وحين خلاص بعد ما لزق عندنا الشمع والكستر مسك بشكل كامل، قبل مرحلة السك بالمرحلة ما قبل الاخيرة، ان هذا سائل غسيل مواعين بحاول انا ادهن عندي الكوستر على اساس ان السيليكون عندي ما يلزق. هو المفروض ان ورق الزبدة يعني مانع للالتصاق، ولكن يعني بس زيادة التأكد ان اضمن ان عندي السيليكون ما يلزق لي بعدين ويخترب عندي كل الشغل اللي انا سويته. فاحاول قدر المستطاع ان انا اغطي الزوايا من الجوانب. وحين انا ببلش اهم مرحله في الموضوع اللي هي خلط السيليكون رابر، انا اليوم بستخدم المنتج هذا من شركه نف ارت، جربته قبل وهو نوعيه جدا ممتازه. القوالب اللي انا استخدمها عاده مصنوعه من الماده هذه. نسبه الخلط هنا المفروض انها 1:1. وببلش اول شيء ان انا بخلط الكمية اللي انا ابيها. طبعا انا بامانة ما عندي يعني واحد خطة ان انا الكمية ايش كثر اللي بحتاجها، فبس جذيب النظر بشوف الكمية لان احس ان انا يتراوالي ان مثلا ممكن تكون كافية. انا عندي الحين هني 40 أو 41 جرام صار. بنشوف اذا احتجنا مرة ثانية زود يعني برجع اخلط. ليش؟ إن لو زادت عندي الكمية ما راح اقدر انتفع فيها، يعني خاصة هذا مو ريزن ان انا مثلا برجع اسكبه في ميدالية بسوي بي اي شيء. تمام، هذه الجزء الاول. هذه هني مادة السيليكون باخذ 41 جرام. الكمية زادت عندي ولكن ممكن انا انقص. ممكن احاول ان اشيل شوي. خلاص الحين صارت الكمية 41 جرام. مثل ما شفنا انا اخذت 41 جرام من مادة السيليكون و41 جرام من الهاردنر.
وليش انا حطيت كل ماده من الاي او البي بروحها في كوب، ليش ما مزجتهم مباشره مع بعض مثل ما بنسوي مع الريزن والهاردنر؟ ليش ان المكتوب على العبوه من الشركه المنتجه انه يفضل ان نخلط الماده اي على حده بروحها وبي على حده بروحها قبل لا نوصل لمرحله المزج ما بين اي وبي؟ فانا بس تقليبه خفيفه كذي احاول ان اتاكد انه امتزج كامل، وبعدين احيانا بنزل الهاردنر على السيليكون. وحين أخلط المكونين عندي بشكل كامل وأتأكد إنه امتزجوا، ولازم ما يكون أكو فرق ما بين اللونين، يعني لازم يكون لون موحد بدون أي خطوط، بدون أي مثلا درجة فاتحة ودرجة غامقة، لأن مثل ما شفتوا لون أبيض شفاف واللون الأخضر، اللون الحين المفروض بيفتح بيصير بنفس الدرجة هذه، فلازم إن أنا أمزج بشكل جيد واتاكد ان من الجوانب ومن الزوايا ومن الاسفل من قاع الكوب اللي قاعد اخلط فيه. وعدم الخلط بشكل جيد هذا راح ياثر على تصلب عندي الماده ماده السيليكون، وممكن تطلع جوانب ما ترضى انها تجف معي، راح تظل لينة يعني فيها ليونة، وأكيد إحنا ما نبي النتيجة هذه. خلاص الحين ببلش في مرحلة إن أنا أسكب السيليكون. بحاول ان اوزعه، طبعا نواب السمك يكون يعني مره مرتفع، فبحاول ان اوزعه وبعدين اشوف اذا محتاج كميه اضافيه انا ازيد. مثل ما قلنا في البدايه لو حسيت ان انا محتاج كميه اضافيه ما مشكله، اقدر ان انا امزج، خاصه المزج يعني ما ياخذ وقت كثير، فالامر سهل، بدل لا تزيد عندي الكمية واتوهق ما اعرف شو اسوي فيها يعني على الفاضي واضطر ان اقطها في الزبالة يعني. خاصة ان سعر السيليكون غالي، يعني انا اشوف مثلا بعض الدول اللي هم اصلا عندهم صناعات مثل هذه يعني تحصلون نوعيات مختلفة تماما وبأسعار مختلفة، حتى تحصلون ما عبوات يعني شذي، تحصلون مثلا يبيعونه بالكيلو لهم حاطينه في عبوة عادية يعني. من الان اشوف الحين انا راح احتاج كمية اضافية، كمية بسيطة يعني ما راح احتاج وايد، شيء بسيط حيل اللي انا راح احتاجه، فبخلط كمية اضافية وبنرجع نكمل شغلنا. خلاص هذا انا خلطت الكمية اللي انا محتاجها، طبعا استخدام النار علشان الفقاعات اللي موجودة عندي لو كانت بحيث تطلع.
وارجع اكمل اضيف في الكمية هذه لين ما احس ان انا وصلت للحجم او الارتفاع اللي انا ابيه، وبكون كذي خلصت مرحلة الصب. خلاص هي الكمية يعني مناسبة حيل، يمكن أعتقد ممكن شوي زيادة، يعني لو كانت شوي أقل كان ممكن راح تمشي، ولكن أوكي يعني في كل الأحوال الكمية ما راح أقدر أستخدمها بعدين، فأحاول إن أنا خلاص بخلصها كلها للآخر، يعني مو زيادة وايد، شيء بسيط. ولكن مثل ما قلت يعني هي مو نفس الريزن أنا أقدر إن أنا أعاير الكمية اللي القالب يحتاجها، فبالتالي يعني بشكل تقريبي مرات ما تضبط بأمانة، ولكن يعني قدر المستطاع. لكن هني شوي صعبة إن احنا نقدر نضبط بالملي يعني بشكل تقريبي. طبعا لازم إنه يكون عندي متساوي. ممكن أنا أستخدم الهيتر على أساس إن أنا أقدر إن أبي يكون متساوي، لأن هذا في النهاية راح يكون القاعدة، فلازم انها تكون متساوية. يعني ما ادري اذا يبين عندكم او لا، بس لو لاحظتوا يعني قبل كان ما متساوي، عندي اماكن مرتفعه واماكن نازله، الحين خلاص من بعد استخدام الهيتر صار عندي فيه تساوي. خلاص بكذي انا صار عندي القالب جاهز، طبعا راح اتركه لمده 7 ساعات تقريبا لين ما يجف، ونرجع نشوف مع بعض شلون بتكون النتيجه. وهذا رجعت لكم بعد ما القالب عندي جف. طبعا مثل ما قلت لكم المفروض ان اخليه جف 7 ساعات. هذا طبعا حسب تعليمات الشركة المنتجة، ولكن انا خليته ما يقارب تقريبا 18 ساعة. ليش؟ انه طبعا كان عندي دوام وكذي، فكان صعب ان انا الصباح إن احاول ان انا اصور لكم شلون طلعت النتيجة. طبعا تذكرون لما كنا نشتغل في مرحلة الصب كان عندي القالب مو متساوي، وبعدين اشتغلت عليه بالهواء الساخن. تمام، مبدئيا هذا سطح اللي هو السيليكون، طبعا بغض النظر ان لامح حيل مثل ما انتم شايفين وناعم، لكن هذا احنا ما يفرق معنا لان هذه راح تكون القاعدة. وخلينا نشوف. اوكي تشوفون يعني الفريم طلع يعني ما سويت اي شيء، طلع في ايدي مباشرة، يعني حتى يعني متفاجئ من النتيجة. طبعا تذكرون ان احنا استخدمنا الفازلين. خلينا الحين نشوف. لا السيليكون احس انه لازق، يعني مبدئيا طبعا انا استخدمت ورق زبدة. مبدئيا من المفترض ان ورق الزبدة يكون غير لاصق، بالإضافة إن أنا استخدمت لو تذكرون في بداية الفيديو لما استخدمنا سائل المواعين، ولكن أشوفه هني لزق ما يطلع معي خير شر.
ويا ريتني استخدمت الفازلين معناته، لان تشوفون القالب طلع بشكل بسيط يعني ابسط ما تتصورون. يعني طبعا اللي بنسوي ان احنا بنشيل السلك الشمع عفوا اللي هو سيليكون، طبعا بنشيله على اساس نقدر ان احنا نستخدم الفريم مرة ثانية، يعني هو بيطلع ما في مشكلة يعني. الحين عاد شلون انا بقدر اطلع هذا، لان انا بغض النظر اذا نجحت التجربة او فشلت لازم اعرف طبعا واستفيد من الاخطاء اللي انا سويتها. خليني احاول، لان هني طبعا المنطقة هذه، لان تذكرون في البداية لما سوينا استخدمنا مسدس الشمع على اطراف الكوستر فما دش عندي السيليكون هني. هذا هو الجزء اللي ما لزق معي. لا يعني انا شذي يعني زعلت بامانه، يعني تشوفون لازم خلاص ما يطلع من ورق الزبده، السيليكون ما يطلع من ورق الزبده. النتيجه طلعت حلو بالنسبه لي، يعني ممتازة إنه طالع متساوي القالب كامل من القاعدة وأيضا من الجوانب طالع ممتاز، ولكن المشكلة مثل ما قلت إنه لزق معي في ورق الزبدة. تشوفون هني ما لزق، هو لزق في الورقة معي، بحاول بس أنا أشوفه لزق، يعني ما مسألة إنه شيء بسيط اقدر اطلعه مسك في الورقة بمعنى الكلمة يعني. ولكن لا تراجع ولا استسلام مثل ما نقول. تشوفون مثلا هني بلش يطلع معي شوي، بس بامانة مصدوم من ورقة الزبدة انه شلون لزق. مع ان يعني اشوف ان شفت كذا حد يعني غير عرب مثلا كانوا يستخدمون حتى نايلون عادي مفرش عادي يعني يصبون عليه السيليكون والمفروض انه ما بيلزق، ولكن تدرون مثل ما قلنا بما ان انا قررت اني ما استسلم، تدرون ايش بسوي؟ بحاول ان انا اجيب ماي ابل ورق الزبده، ولو ادري اتوقع ما راح يتاثر، بس خلينا نشوف. لا يعني انا قصدي ان ورق الزبده عليه طبعا طبقه من الشمع، ولكن خلونا نسوي تجربه من خسران شيء بدال لا نفر القالب، لان بصراحه كسر خاطري، خاصه تشوفونه من الداخل طالع شكله وايد حلو، فخلونا نشوف شلون تطلع معنا النتيجه. تمام مثل ما قلت لكم ان انا بحاول ان انا ابلل شوي ورق الزبده، احاول اتركه شوي لبعض الوقت واشوف هل راح يتأثر بالماي ويبلش يذوب عندي او بيقاوم الماي. خلينا نشوف عل وعسى انه ننجح، بدل مثل ما قلت بدل ما نفر القالب حرام يعني. في النهاية انا كنت متحمس حيل بأمان النتيجة، خاصة مثل ما قلت هذه اول تجربة، يعني انا الريزن اشتريته من فترة، عفوا السيليكون رابر عندي من فترة شريته من موقع ناف ارت، ولكن ما استخدمته، ما كان عندي وقت ابدا. فيعني هذا جاء وقت اليوم ان انا ابلش استخدمه اشوف النتيجة. ما مشكلة، انا احس شوي بلش الورق عندي يتأثر بالماء يعني يتراوالي يعني. خلونا بنتركه شوية بعض الوقت كذا وبنرجع بعدين نشوف شو اللي بيصير معنا. الحين بعد ما تركت القالب، يعني ما تركته كثير يمكن دقيقتين ثلاث دقايق، تشوفون ورق الزبدة يعني لو مبين عندكم ورق الزبدة صار عادي، ان انا لما اجيسب اظافري كذي قاعد يتكشر معي، معناته هو تأثر بالماي. وبقول لكم اصلا هو فعليا تأثر بالماي، لان بعلمكم الحين شو اللي صار نتيجة امس. طبعا تذكرون انا لما استخدمت سائل غسيل المواعين علشان على الكوستر من الخلف او من الاعلى يعني بالاصح، علشان قبل لا اسكب السيليكون انه ما يمسك، طبعا هو ما مسك معي. تشوفون الكوستر انا مطلعه ما لازق ابدا خير شر، ولكن تشوفون هنا السطح عندي طلع
طالع مو مستقيم، تشوفون طالع هني مثل خطوط مضلع او معرج يعني شذي، هذا نتيجة ورقة الزبدة لما نحط عليها سائل غسيل مواعين. طبعا هو سائل في النهاية في نسبة ماي، فورقة الزبدة تموجت معي او يعني فقدت اللي هو الاستقامة مالتها. تمام، فانا الحين اللي بسوي بنظف بقايا الورق، تمام، وبنرجع نقص هذه الزوايد وبنشوف شو اللي بيطلع معنا. تمام، وهذا القالب بعد ما نظفت ورق الزبدة، يعني هو صار يطلع بسهولة بأمانة، يعني لما حاش الماي ما أخذ حتى وقت، يعني معي صار يطلع مباشرة. الحين بشيل مثل ما قلت لكم الزوايا اللي تشوفون هذا، لما أنا كنت أتكلم في بداية الفيديو لما اشتغلنا أمس يعني تحديدا لما قلت لكم بتكون، يعني أنا توقعت بيدخل من تحت الكوستر، ولكن هو ما دش من تحت الكوستر، هي طلع عندي من تحت الفريم، زوايد خفيفة يعني، فبنشيلها عن طريق المقص. طبعا ناعم حيل يعني السيليكون، ما توقعت بأمانة انه يطلع شذي، او بالاصح يعني خلينا نقول لا، يعني كنت متوقع ان هذه النتيجة. ليش؟ لان من نفس الشركة القوالب اللي انا استخدمتهم، صار لي فترة استخدمهم، اللي سويت بهم صياني وسويت الكوسترات الورود نفس الشكل هذا، لو تذكرون اللي اشتغلناهم كذا مرة سوينا نفس القوالب هذه. هذه من نفس المتجر، انا شاري السيليكون رابر، فهم يستخدمونها حتى نفس اللون، نفس لون القوالب اللي عندي، فكنت يعني متحمس علشان انا شفت النتيجة اللي القوالب انا شاريها من عندهم شلون النتيجة كانت وايد وايد حلوة يعني بالنسبة لي وبالنسبة حتى للمتابعين، حتى لما كنت اشتغل في اللايف يعني كان المتواجدين معي كانوا مندهشين شلون الالوان صارت شذي، يعني ما يحتاج انه مجهود، ابذل مجهود وايد وشذي، استغربت ان الالوان قاعدة من نفسها تاخذ شكل معين يعني، واللمعة طبعا حدث ولا حرج. تمام، هذا من الاطراف مثل ما انتم شايفين، زين، وهذا لما انا اقول لكم شايفين القالب شلون صاير، يعني حده حده مره لين يعني. الحين عاد عندي هذه الزوايد هي اللي كانت مزعلتني، بحاول الحين ان انا اشيلها قدر المستطاع، بشوف اجيب لها المقص الاصغر. او ان انا استخدم الكتر، لان المفروض ان امسك بايد واشتغل باليد الثانية. مثل ما قلت لكم ان الزوايد بسيطة، ولكن ما اعرف استخدم يد واحدة، لا الكتر يمكن تقريبا ممكن ان اكسر السن، من صار لي زمان ما استخدمته، فغالبا السن فقد الحدية اللي فيه يعني. لا يعني لازم ان انا استخدم المقص علشان اشيل الزوايد هذه. فانا علشان ما اطول عليكم خلوني اخلص ان انا اشيل الزوايد اللي انا ابي اشيلها هذه، ونرجع نشوف القالب شلون بيكون. Thank you.
الكلب تتضح الرؤية ويبان شكله شلون بيكون. ليش أنا رافعه بالطريقة هذه؟ ليش؟ لأن أنا الزوايد هذه، القطع اللي كانت زايدة اللي راويتكم إياها قبل شوي، كانت مغطية على، يعني تشوفون القالب هو ماخذ مثل الوردة، رسمة الوردة. فالقطع هذه يعني حتى ما كنت أعرف على الطاولة، ما كنت أعرف أشتغل لأني مو شايف أصلاً شيء، ولكن كذي أنا قادر أشوف حدود القالب وأقدر إن أنا أقص القطع الزايدة بشكل أسهل يعني. طبعا المقص مو خادمني لا هذا ولا هذاك، لاني ابي له شيء اصغر، يعني لو كان المقص الصغير نفس اللي تقريبا يستخدمونه حق الاظافر وما شابه. علشان تشوفون مثلا عندي هني المناطق هذه يعني ما اعرف اوصل لها بشكل كامل، والكتر طبعا ما راح تساعدني ابدا. الكتر استخدمها لو كان ابي اقص شيء تحته شيء صلب مثلا، اقدر انا استخدمها بسهوله، لكن في هذه ما راح تفيدني، خاصة إن هو لين حيل يعني ناعم بشكل غير طبيعي، فما راح يصلح لي يعني إن أنا أستخدم الكتر. تشوفون هذه المناطق اللي أنا أتكلم عنها، المنحنيات والقالب لا ما راح ينقط في الزبالة. وعلى طاري القطع اللي لما تخترب، أنا طبعا أكيد خربت لما اشتغلت في الريزن، وحتى لما في لما اشتغل اللوحات في الأكريليك بورن في البداية كنت خربت وايد لوحاتي، يمكن حتى الحين مرات، لان يعني انا بطبيعتي احب اجرب، يعني انا ما احب اشوف مثلا احد سوى لوحة واروح اطبقها، مستحيل، من 7 المستحيلات. اولا انا اخذ الفكرة، اخذ التكنيك، هو ايش سوى، استخدم مثلا سواء في الاكريليك برينج في الريزن، يعني اشوف الشخص هو استخدم تكنيك معين حلو، ايه انا اخذه اطبقه بطريقتي. هذا من جهة طبعا، ماكو عمل يطلع مثل الثاني، يعني كل فنان. حركة اليد هذه يا جماعة هي نابعة من الانفعالات والمشاعر لكل شخص فينا. يعني أنا هزة يدي مثلا لما أسوي اللي هو السكب الحلقي، شيء ممكن فنان آخر مختلفة النتيجة، وأنا نفسي حتى لما أسوي، ممكن أسوي مثلا 4 لوحات مع بعض بنفس الألوان والتدرج وخلافه، كل لوحة تعطي نتيجة مختلفة. فبعد الخطأ يتراوالي أغلبنا قاعدين نطيح فيه، خاصة في الريزن. طبعا ما أتكلم عن الأكريليك بورينج في النقطة هذه، الأكريليك بورينج شوية الموضوع مو سهل، مو هين، ومو أي أحد يعني يقدر يتعامل معاه، يحتاج تدريب وتدريب وتدريب، ويخرب مرات لين ما يقدر يوصل للنتيجة. ولكن في الريزن إن أغلبنا قاعدين نشوف ونقلد. تشوفون هذا الحين بعد ما قصيت الزوايد، وعلى فكرة الخطوط اللي أنا كنت زعلان منها بالعكس شكلها طالع كيف على فكرة. يعني مثلا تشوفون هني في الزوايا، يمكن تشوفون طالع شكله حلو، يعني كأنه شكل، طبعا هذا ورق الزبدة هني، بس مجرد إن أنا أشيله أكمل، ولكن طالع كثير حلو. يعني ما تقولون إنه مثلا طالع شكله مبين إنه اخترب، يعني كأنها رسمة أنا مسويها. سبحان الله، يعني أنا كنت متوقع إنه خلاص اخترب. تشوفون هذا القالب طالع شكله، طبعا اللمعة لمعة وايد حلوة. مثل ما قلت لكم أنا أصلا شغال بنفس السيليكون هذا، فلا النتيجة طلعت وايد حلوة. ومثل ما شفنا كانت هذه نتيجة التجربة، أو بالأصح تجربتي الأولى في محاولة تصنيع قوالب السيليكون في البيت. مثل ما شفنا ما كنت متوقع ان النتيجة بتطلع كذي، خاصة انه لما جيت وشفت ان ورق الزبدة لازق في السيليكون معي ومتأثر برطوبة سائل المواعين. ولكن سبحان الله، يعني تشوفون هذا القالب، هذه القوالب اللي انا قلت لكم عنها اللي انا شاريها، مصنوعة على فكرة من نفس المادة، وهذا اللي احنا صنعناه، قالب طبيعي جدا. انزين، ويعني بالعكس يمكن هذا اعطى جماليه، الخطوط هذه اعطتها جماليه، مثل ما تشوفون طالع شكله وايد حلو. بامانه انا بروحي متفاجئ، يعني بس اللهم انظف بقايا ورق الزبده عندي هني. انزين، انا بروحي متفاجئ، ولكن القالب قالب محترم جدا بالاصح. ما ابي اقول لكم القوالب هذه كم سعرها انا شاريها اصلا. يعني انا سعيد حيل بالتجربه هذه اليوم، وحلو ان انا بعد فكرت ان انا اشارككم فيها. اتمنى
كل الناس اللي تواصلوا معي كانوا حابين يشوفوا التجربة هذه. أتمنى إن الفيديو هذا يكون يساعدهم، يكون ملهم لهم، وأتمنى أنتم بعد تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا تسووا اشتراك وتفعلون زر الجرس مثل ما يقولون علشان يوصل لكم كل جديد. أنا ما أعرف أصور حق نفسي، ولكن إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك، تشتركوا عندي في القناة. إن شاء الله الفترة هذه يكون عندنا فيديوهات نار في مجال الريزن تحديدا بشكل مكثف. لا تنسوا تتابعون أيضا على تيك توك وانستغرام وعلى سناب شات، بتشوفون بحط لكم طبعا النيك نيم او الكود، ما ادري ايش يسمونه، الرمز ماله. تمام، ضيفوني، اكون سعيد معكم. اي حد عنده استفسار في مجال الفن الاكريليك بورينج، في مجال الريزن ايضا، ويا ريت ايضا تشرفونا في الستور، بحط لكم الاسم هو فنون دوت ستور في انستغرام. اكون سعيد لو اي حد عنده اقتراحات، اي حد عنده اراء اتواصلوا معي. بليز لا ترددوا، اشوفكم على خير.